بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المرجح لسنة الثانية ثانوي رقم 10. إذن لننطلق على بركة الله. قال المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEG، حيث أعطيت لنا 3 نقاط من المستوي كل واحدة مع إحداثية، وأعطي لنا كعدد حقيقي. قال ليكن جي ك مرجح الجملة، أعطيت لنا هنا الجملة. السؤال الأول ماذا قال؟ مثل النقط A و B و C المعرفة بإحداثيات كل واحدة. إذا عندنا أولا النقطة ماذا يا أبنائي؟ إذا عندنا النقطة A الإكس ها هو اللي هو ناقص 1 والإجراج 2. إكس ناقص 1 هنا كما أشير، والإجراج كم يا أبنائي؟ قال 2. إذا تكون لنا النقطة A في هذا الموضع. عندنا كذلك النقطة الثانية اللي هي ب اللي هي 3 0. 3 0 أكيد سوف تكون على محور فواصل مباشرة، إذا تكون هنا النقطة ب، تكون إذا النقطة ب هنا. عندنا النقطة س اللي هي 1 4، 1 مع 4 ستكون يا أبنائي في هذا الموضع النقطة ماذا؟ النقطة س. إذا ها قد الآن عينا النقاط يعني على المعلم بأبسط طريقة فقط يا أبنائي. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الثاني. قال أنشئ النقطة جي واحد. ما معنى كلمة جي واحد؟ لاحظوا معناه هنا نعوض بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد. لاحظوا ماذا يصبح معنى جي هذا كمرجح؟ يصبح لنا A، لاحظوا A مع 2 لأن 1 و1، والبي مع ماذا؟ مع 1، والسي يصبح ماذا؟ مع ناقص 1 كما أشير. إذا نقول هنا يصبح لنا جي 1 مرجح الجملة. هذه هي الجملة يا أبنائي، حيث مجموع المعاملات اللي هي هذا مع هذا يساوي لنا لا يساوي الصفر، لأن 2 زائد 1 ناقص 1 تساوي هذا يذهب مع هذا تعطينا 2، والاثنان لا يساوي الصفر. إذا يوجد لنا جي وحيد في هذه الحالة. الآن كيف يمكن أن ننشئ مرجح 3 نقاط؟ لاحظوا جيدا، نقول بما أن جي مرجح ها الجملة، الجملة ما هي الجملة؟ الجملة هي هذه يا أبنائي. فإن ماذا ينتج؟ فإن عندنا قاعدة، لاحظوا فإن تقول القاعدة تصبح لنا القاعدة العامة، سوف نكتب القاعدة العامة، تقول ألفا جي أ، لاحظوا نستعمل لون آخر، تقول ألفا جي، هذا القانون العام، جي أ زائد، لاحظوا جيدا، زائد بيتا جي بي، هذه الحالة العامة، أنا أتحدث عن الحالة العامة، زائد جاما، لاحظوا جاما جي سي يساوي ماذا؟ يساوي لنا الشعاع المعدوم. هذه هي القاعدة، قلت العامة يا أبنائي، تابعوا نقطة نقطة كي نتعلم. هذه هي حيث ماذا؟ حيث تقول القاعدة أنه ألفا زائد بيتا زائد جاما لا تساوي الصفر، يعني مجموعهم لا يساوي الصفر. وهنا عندنا كذلك ها هي الألفا وها هي البيتا وها هي الجاما. الآن ما رأيكم أبنائي لو ندخل هنا الآ هنا بعلاقة شال وهنا كذلك الآ بعلاقة شال، ماذا ينتج؟ ركزوا، نريد الآن أن نعطي كيفية إنشاء معناه النقطة جي واحد. لاحظوا فتصبح لنا هكذا، ألفا في جي آ زائد بيتا في جي آ لأن أدخلنا الآ في الوسط، زائد آ بي، انظروا جيدا، زائد جاما في ماذا؟ في جي آ زائد آ سي يساوي الشعاع المعدوم. لم أفعل شيء، إنما طبقت علاقة شال، أدخلت هنا الآ وأدخلت هنا الآ. لاحظوا جيدا، فماذا ينتج؟ الآن نكمل عملية النشر لنستخرج قاعدة عامة، وأصبح لنا ألفا جي آ زائد بيتا جي آ، لاحظوا زائد هذا في هذا، زائد بيتا في آ بي
زائد ننشر هذا في هذا جاما في جي آ لاحظوا زائد جاما في آ سي يساوي الشعاع المعدوم. لاحظوا جيدا أبنائي عندنا هذا مع هذا لاحظوا قلت عندنا أولا قلت هذا مع هذا مع هذا يمكن أن نستخرج ماذا؟ يمكن أن نستخرج الجي آ من هنا ومن هنا ومن هنا كعين مشترك، فماذا يحصل؟ فتصبح لنا ألفا زائد بيتا زائد جاما في ماذا؟ في جي آ. ثم عندنا بقية الأشعة اللي هو هذا ننقله إلى هذا الطرف وهذا ننقله إلى هذا الطرف، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص آ بيتا آ بي، تصبح لنا ناقص بيتا آ بي ناقص جاما آ سي. نقلت عفوا نقلت يا أبنائي ماذا؟ نقلت قلت هذا وهذا فتتغير الإشارة. ثم نقلب ترتيب هذه الأحرف، تقول القاعدة إذا قلبنا ترتيب الأحرف فنغير في اتجاه الشعاع، تصبح لنا هكذا ناقص ماذا؟ ناقص آ جي. القاعدة تقول هذا، إذا قلبت أحرف الشعاع اجعل الناقص أو غير الإشارة بصفة عامة. الآن بما أن هنا هذه تقرأ كليا في آ جي، يعني ناقص ألفا زائد بيتا زائد جاما في آ جي، إذا فإن هذه إذا حذفت تأتي الآن إلى هذا المكان، معنى أصبح لنا ناقص ثم نفتح قوس ألفا زائد بيتا زائد جاما وتحذف من هذا المكان كليا هكذا. انظروا جيدا بما أن عندنا ناقص، عندنا هذا ناقص وهذا ناقص وهذا ناقص فيذهب تلك الناقص فتصبح لنا العبارة العامة، فتصبح لنا يا أبنائي آ جي لاحظوا جيدا تصبح لنا آ جي شعاعيا دائما يساوي الآن تعالوا نقوم بتفكيك المقام، يعني هذا يأخذ علامة علاقته لوحده وهذا يأخذ علاقته لوحده، تفكيك المقام بعد ما عندنا توحيد المقام، فتصبح لنا بيتا على ألفا زائد بيتا زائد جاما ماذا؟ آ بي آ بي زائد زائد جاما على ألفا زائد بيتا زائد جاما ماذا يا أبنائي؟ آ سي. هذه هي العلاقة العامة يا أبنائي لماذا؟ لإنشاء مرجح ثلاث نقط. الآن بعد ما استخرجنا هذه العلاقة سوف نستغلها في الرسم، لاحظتم؟ يعني أولا علمتكم يا أبنائي كيفية استخراج هذه العلاقة بالبرهان العام. الآن بعد ما استخرجنا هذه العلاقة تعالوا الآن نطبق فقط يا أبنائي، قلت نطبق فقط بالعلاقة هذه. لاحظوا ماذا ينتج لنا؟ إذا قلنا أن الألفا هي ها هي والبيتا ها هي والجاما ها هي، فتصبح لنا آ جي واحد، لأن نحن نتحدث عن آ جي واحد. الآن نكتب هنا واحد، هنا استخرجت القانون العام، لكن الآن ننطلق في تمريننا، فيصبح لنا آ بيتا اللي هو واحد على ألفا زائد بيتا زائد جاما، هذا مع هذا يعطينا صفر مع هذا يعطينا اثنان، اجمعوا فقط اجمعوا اثنان زائد واحد ناقص واحد على ماذا؟ على اثنان آ بي. ثم عندنا كذلك جاما، ها هو جاما اللي هو ناقص واحد، تصبح لنا ناقص واحد على مجموع المعاملات اللي هو اثنان آ سي. ركزوا معي الآن كيفية إنشاء مرجع بهذه الطريقة. لاحظوا أذكركم بشيء أبنائي، إذا قيل لنا مثلا، إذا قيل لنا مثلا وصلنا إلى آ جي مثلا تساوي لنا آ بي هذه الحالة زائد آ سي، فهنا اعلموا شيئا واحد، فاعلموا شيئا واحد هنا برمز الأشياء، فاعلموا أن يكون هذا الرباعي، الرباعي آ وبي وسي وجي يكون متوازي أضلاع، إذا كانت المعاملات هنا هذه حالة خاصة، إذا كانت المعاملات هنا واحد وهنا واحد، فإذا قلنا هكذا انظروا، إذا قلنا هذا أبي وهذا أسي، فإن أجي يكون يا أبنائي في هذا الموضع، يكون
في هذا الموضع ما معناه؟ هو محصلة الشعاعين. إذا قلنا هذا شعاع وهذا شعاع فيكون هو المحصلة الناتجة، معناه هنا سوف أريكم أكثر، تصبح لنا هكذا. إذا قلنا النقط، لاحظوا سوف نرتب حتى تلاحظوا، إذا قلنا هنا A وهنا B وهنا G وهنا C، فيصبح يصبح لنا الشكل A B G C هو متوازي أضلاع. لكن هذه لما تكون المعاملة كم؟ واحدة، كل علاقة تكتب من هذا النوع فإن الشكل هو متوازي أضلاع، لكن المعاملة يكون لنا واحد واحد. أما في حالتنا هذه فاختلفت عن الواحد، فجاءت ماذا يا أبنائي؟ فجاءت لنا بمصطلح النصف والناقص نصف. الآن لإنشائها سوف نأتي الآن بهذه العلاقة ونذهب بها إلى الشكل لنبرز ذلك. لاحظوا يا أبنائي، ها هو عندنا، ثم ننطلق رويدا رويدا لتعلم ذلك. إذا قلنا AG1 تساوي نصف AB، أولا نأتي إلى القطعة AB، AB ها هي AB تقسم على ماذا؟ تقسم على العدد الموجود في المقام، كم؟ اثنان، نقسمها على اثنان. لو نقسمها على اثنان هنا الأمر جد صعب، لكن علينا باستعمال ما نسميه المدور، لأنه هو الذي نقسم به القطع. إذا أي المدور؟ ها هو المدور يا أبنائي، تعالوا نقسم به هذه القطعة، حتى لأن في الأخير طلب منا أن نتأكد حسابيا أن الشيء الذي توصلنا إليه. لتقسيم قطعة نأتي أولا هنا ونقوم بهذه العملية، نعين هنا هكذا وهنا هكذا، انظروا تابعوا معي، إذا هنا هكذا ثم بنفس الفتحة هنا نأتي بها هكذا ثم نأتي هكذا. لاحظوا جيدا الطريقة الهندسية المحضة لتعيين هكذا. ثم قال هو ماذا؟ تقسم إلى نصف، معناها النصف سوف يكون الربط بين هذا وهذا، فتكون النقطة ذلك النقطة المنتصف يعني هنا. لاحظوا قال نصف من أبي، لاحظوا النصف من أبي، إذا ركزوا أرجوكم، سوف نقوم بمحي هذه الأشياء هكذا، ثم إذا نصف أبي هذه واحد، ثم عندنا ناقص نصف أسي، ناقص نصف أسي، عندنا الأسي ما هو؟ الأسي ها هو أمامكم، انظروا أ سي، نكبر، إذا ها هو الأ سي، لكن قال هو ليس الأ سي، إنما النصف ناقص نصف، ناقص نصف معناه نأتي يا أبنائي إلى نصف القطعة هذه، لاحظوا جيدا، متابع، بنفس الخطة أبنائي يمكن أن نقسم هذه القطعة إلى جزئين متساويين، لكن هنا لربح الوقت أبنائي فقط نقول أنها تكون منتصف في هذا المكان هنا، لاحظوا جيدا بأبسط طريقة، أو كذلك نقوم بالإحداثيات x زائد x x a زائد x على 2 و y a زائد y، فنجد تلك المنتصف الآن. ثم لكن نحن قلنا ماذا يا أبنائي؟ قلنا ناقص نصف، ناقص نصف معناه نأتي، لو نأتي بهذا القطعة، لاحظوا بهذه القطعة ها هي يا أبنائي، ركزوا معي، ها هي تلك القطعة، سوف أريكم يعني الأمر كيف يتم هندسيا حتى تكون الأمور جد منظمة، ها هي هكذا، فتكون لنا النقطة ماذا؟ هو قال ناقص نصف، لو قال نصف لجاءت هنا، لكن لما قال ناقص نصف يعني الجهة المعاكسة هكذا، فتصبح لنا هنا النقطة ماذا يا أبنائي؟ تصبح لنا هنا النصف الآخر. لكن ماذا قال؟ نحن لم نقل أن الجي واحد تكون، بل هي المحصلة، قلت هي ماذا؟ هي المحصلة، مثل ما قلت، مثل ما تحدثت وقلت، إذا كان آ جي يساوي آ بي زائد آ سي، قلت يعطينا المحصلة، لكن هنا تختلف، أعطيت لنا نصف وهنا ناقص نصف. كذلك هنا نأتي إلى هذا الشكل الذي وجدناه، ها هو الشكل الذي وجدناه يا أبنائي، لاحظوا ها هو الشكل الذي وجدناه، هذا وهذا،
نعين له المحصلة، نعين له ماذا؟ المحصلة. لتعيين المحصلة فما علينا إلا يا أبنائي أن نأتي بهذه القطعة، انظروا جيدا ونجعل لها نسخة ونأتي بها ونقول تكون، نأتي هكذا التوازي، أي انسحاب المحصلة تكون أكيد في هذا الموضع هنا. محصلة ماذا؟ محصلة هذه الأشعة تكون في النقطة التي تظهر هنا جليا. ها هي يا أبنائي، انظروا هنا المحصلة، هذه هي محصلة الشعاع ماذا؟ محصلة الشعاع نصف أبي ناقص نصف أسي، فتكون لنا في هذا الموضع ماذا؟ جي واحد. لاحظوا جيدا، قلت نصف وعندنا كذلك ناقص نصف، إذا فتكون لنا جي واحد في هذه الحالة ما هي؟ فتكون لنا جي واحد هي نفسها النقطة أو. إذا النقطة أو معروفة إحداثيها ما هي؟ صفر صفر، لأن لاحظوا ظهرت أنها النقطة أو، لكن نحن لا تهمنا النقطة أو أو ما أشبه ذلك، إنما قال قم بإنشائها، قمنا بإنشائها فظهرت أنها النقطة أو. نتابع جيدا، نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الذي بعده. قال أنشئ جي ناقص واحد. ما معنى جي ناقص واحد؟ معناه نعوض هنا بناقص واحد مربع هكذا، وهنا بالناقص واحد، وهنا بالناقص واحد، فتصبح لنا الجملة ما هي؟ تصبح لنا أ مع اثنان، والبي مع ماذا؟ مع الناقص واحد، والسي يصبح مع الواحد، لأن هذا الناقص في هذا الناقص يعطي لنا واحد. فعندنا مجموع اللي هو اثنان ناقص واحد زائد واحد تساوينا اثنان، لا تساوي صفر. إذن جي واحد مرجح، الآن مرجح للجملة هذه. الآن كيف يمكن أن ننشئها؟ ننشئها إلا بالعلاقة التي استخرجناها من قبل بالبرهان. فماذا ينتج لنا إذا قلنا هنا بهذه البساطة؟ إذا قلنا أجي واحد، هنا تصبح لنا ماذا؟ هنا ها هي الألفا، وها هي البيتا، وها هي الجاما. تعالوا نعوض فقط، فتصبح لنا بيتا اللي هو ناقص واحد على ألفا زائد بيتا زائد جاما اللي هي كم يا أبنائي؟ اللي هي هنا الاثنان. وهنا كذلك تصبح لنا جاما اللي هي واحد على ألفا زائد بيتا زائد جاما اللي هي اثنان. فماذا ينتج؟ ينتج لنا هنا، عفوا قلنا الناقص واحد، نعتذر. إذا تصبح لنا أجي ناقص واحد، لأن ليس الواحد أبنائي، نعتذر، قلت تساوي لنا ماذا؟ ناقص واحد على اثنان أ بي، هنا الشعاع دائما، زائد واحد على اثنان أ سي. الآن ما علينا إلا أن نأتي إلى أن يساوي لنا هذه النقطة جي تساوي لنا، تقع في ناقص نصف من أ بي ونصف من أ سي، مثل ما فعلنا في الأول. قلنا ناقص نصف أ بي، أ بي نصفه ها هو، ها هو نصف الأبي، هذا النصف، ناقص نصف معناته في هذه الجهة اللي هي الجهة الأخرى. إذا ناقص نصف وماذا؟ ونصف، النصف ها هو، انظروا تابعوا معي، النصف ها هو، هذا نصف أسي، وهذا ناقص نصف أبي، فأين تكون يا أبنائي المحصلة؟ المحصلة أكيد لو نأتي بهذا ونقوم هكذا بانسحاب، فتصبح المحصلة أكيد هي في هذا المكان يا أبنائي، هنا في هذا المكان تصبح لنا النقطة هذه اللي هي جي واحد ناقص واحد، عفوا جي ناقص واحد بهذه البساطة. الآن معناه يمكن الآن أن نحذف هذه ونحذف هذه الكل ونترك النقط كما هي. إذن ها هي تلك الجي ناقص واحد قد رسمت، والجي واحد قد رسمت بطريقة هندسية محضة. الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء ننتقل إلى الذي بعده. ها هو الذي بعده، قال عين قيم ك بحيث تكون جي ك، حيث ك هو وسيط هنا مرجح للجملة السابقة. إذا نقول هنا تعيين قيم العدد
الحقيقي ك حتى تكون يا أبنائي جي كا، عفوا نكتب الكا صغير لأنه دليل، جي كا مرجح الجملة. ما هي الجملة؟ الجملة التي أعطيت لنا اللي هي هذه الجملة. تقول القاعدة إذن حتى، نقول حتى تكون النقطة جي كا مرجح الجملة السابقة التي أعطيت لنا اللي هي هذه الجملة، يجب أن يكون عدد المعاملات يختلف عن الصفر، مجموع المعاملات. ما هو المعامل الأول؟ ها هو اللي هو ك مربع زائد واحد زائد المعامل الثاني اللي هو هذا زائد ك زائد هذا اللي هو ناقص ك لا يساوي الصفر. قاعدة تقول حتى يكون مرجح، يذهب هذا مع هذا، فتبقى لنا العبارة ك مربع زائد واحد لا تساوي الصفر عندنا مهما كان. إذن لكن مهما كان ك ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، فإن ك مربع هذا العدد مهما كان هو أكبر من الصفر، أكبر أو يساوي، لأن الك لو أخذ صفر تصبح صفر، أكبر أو يساوي صفر. لو أضفنا من هنا واحد وأضفنا من هنا واحد فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه ك مربع زائد واحد يصبح أكبر تماما من ماذا؟ أكبر تماما من الصفر. لماذا؟ لأن الواحد هذا أكبر تماما من الصفر. إذا هذه القيمة كيف هي؟ إنها موجبة تماما. بما أنها موجبة تماما فهل يوجد قيم تعدم هذه العبارة؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن هذا موجب، وتخيل نضيف له عدد الواحد يبقى دائما موجب. إذا هذه القيمة تبقى لنا موجبة تماما. إذا نقول ومنه مهما كان ك ينتمي إلى R فإن ماذا؟ فإن الجملة تقبل مرجحا مهما كان. قال ما هي قيم ك؟ إذا ك هي تكون، معناه ك يكون ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. كل هذه القيم مهما وضعناها في هذه الجملة لا يمكن أن نجد تساوي الصفر، لأن الشيء الذي وجدناه هنا قيمة موجبة. إذن ما هي قيم ك؟ هي كل الأعداد الحقيقية من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية فقط يا أبنائي. نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده. قال بيّن أن أ جي ك يساوي شعيعا يساوي ناقص ك على ك مربع زائد واحد بسي. إذن نقول هنا البرهان أو التبيان. إذن البرهان أن أ جي ك صغير هنا كدليل يساوي ناقص ك على ك مربع زائد واحد ماذا؟ بسي شعيعا. لاحظوا جيدا، ننطلق من هذه العلاقة لنصل إلى هذه العلاقة. لاحظوا جيدا، نقول بما أن جي ك مرجح الجملة. ما هي الجملة أبنائي؟ اللي هي هذه الجملة، مهما كان هو مرجح. مهما كان لقد تحدثنا وقلنا أنه ك ينتمي إلى R كل الأعداد، فإن ماذا؟ فإن الشيء الذي ينتج أنه ينتج لنا جي ك آ، لاحظوا مضروب في المعامل، في المعامل مثل ما تحدث قلت ألفا وبيتا وغاما، فتصبح لنا ها هي ألفا وها هي بيتا وها هي غاما. إذا ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه ك مربع زائد واحد في ماذا؟ في جي ك آ زائد ك في ماذا؟ في جي ك بي هكذا شعاعيا ناقص ك في جي ك سي هكذا تساوي الشعاع المعدوم، تساوي قلت الشعاع المعدوم. مثل ما فعلنا ندخل هنا، ندخل من هنا الأ بعلاقة شال وندخل من هنا الأ بعلاقة شال، فماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ ينتج لنا العلاقة التالية، يصبح لنا ك مربع زائد واحد في جي
كا آ هكذا شعاعيا زائد كا في جي كا آ زائد آ آ بي ناقص كا في جي كا آ لاحظوا جيدا زائد آ سي هكذا يا أبنائي تساوي الشعاع المعدوم ليس الصفر. الآن ننشر ذلك الكا ناقص كا فتصبح لنا كا مربع زائد واحد في جي كا آ لاحظوا جيدا زائد كا في جي كا آ ركزوا معي فقط أنا أقوم بعملية النشر هذا في هذا وهذا في هذا زائد كا في آ بي ناقص هذا في هذا ناقص كا في جي كا جي عفوا عفوا جي جي كا صغير آ ناقص كا في آ سي يساوي الشعاع المعدوم. ربما هنا بعض الأشياء تظهر أنها تذهب هذا يذهب مع هذا شعاعان متعاكسان متساويان. الآن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا كا عفوا تصبح لنا كا مربع زائد واحد في جي كا آ هكذا ثم البقية هذا هذا قد حذفناهم يعني انتهى دورهم بعملية الاختزال ذهبوا مع بعضهم بعض. الآن ما علينا إلا إذن بما أن حذفنا هكذا تبقى لنا العبارة ما علينا إلا نقل هذا إلى هذا الطرف لاحظوا جيدا وهذا إلى هذا الطرف فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج الأمر التالي تصبح تساوي ناقص ك آبي ثم زائد ك في ماذا؟ في آ سي لم أفعل شيء إنما نقلت إلى الطرف الآخر فقط نتابع لكن يا أبنائي لاحظوا جيدا عندنا بما أن يمكن أن نستخرج من هنا ماذا؟ نتابع جيدا إذن ماذا قلنا يحدث يا أبنائي ركزوا أرجوكم لأن دائما أعيننا تكون على العلاقة التي نريد الوصول إليها ها هي العلاقة لاحظوا ها هي العلاقة دائما نضعها صوب أعيننا هل نصل إليها أم لا لاحظوا يا أبنائي هنا تبقى غير إلا خواص الأشعة هي لما تلعب لعبها مثل ما نقول أو دور دورها تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا كا تخيلوا لو نقلب ترتيب هذه الأشعة ترتيب هذا الشعاع ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا ناقص ثم كا مربع زائد واحد ماذا؟ آ جي كا قلنا لما نقلب الشعاع نقلب الأحرف نغير الإشارة بعدما كانت جي كا آ أصبح آ جي كا يساوي هنا لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة ما رأيكم كذلك أن نقلب هذا الشعاع ماذا يحدث لنا؟ تصبح لنا كا في بي آ لماذا؟ لأن لو نقلب هذا الشعاع يصبح بالناقص مع هذا الناقص يصبح لنا زائد زائد كا في آ سي ما رأيكم هنا أبنائي لو نستخرج الكا كعامل مشترك معناه يحذف من هذا المكان ونستغل علاقة شارل نهاية الأول بداية الثاني وبينهما الزائد لأن لو كانت الناقص لا يمكن استعمال شارل شارل يقول بداية نهاية الأول هي بداية الثاني لكن بينهما المجموع ليس الناقص فأصبح لنا ناقص ثم ك مربع زائد واحد في آ جي ك هكذا يساوي ك في ماذا؟ في بي سي لأن الآ ذهب مثل هذا الشعاع زائد هذا الشعاع يساوي لنا هذا الشعاع معناه هنا إذا قلنا بي وهنا آ وهنا سي فإن هذا يساوي هذا ليس في الطول إنما قلت في الأشعة فقط أما الطول شيء آخر لاحظوا أبنائي تصبح لنا قلنا هكذا تصبح هنا رمز الشعاع ولكن بما أن هذه مضروبة إذا انتقلت تنتقل هنا إلى المقام إذا انتقلت إلى المقام فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أنه آ جي كا هكذا تساوي هذا الناقص بما أنه يذهب إلى المقام يمكن وضعه على الخط كا
على ماذا؟ على ك مربع زائد واحد ماذا؟ ب سي. بهذه البساطة هذا الناقص قلت نقلناه إلى هذا المكان لأنه مجرد إشارة، أو يمكن أن نقول نضرب كذلك العبارة في ناقص واحد، فأصبح لنا هنا ناقص وهنا الزائد. هل توصلنا إلى ذلك الشيء الذي طلب منا؟ نعم لقد توصلنا، وانظروا بأم أعينكم يا أبنائي فقط، ونقول هنا ومنه بهذه البساطة فقط. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الذي بعده، قال أحسب إحداثيتي كل من نقطتين جي واحد وجي اثنين، يعني المرجح جي واحد والمرجح جي ناقص واحد، ليس اثنين، جي ناقص واحد. إذن نكتب هنا كعنوان حساب إحداثيات أولا جي واحد. قانون المرجح ماذا يقول؟ قانون المرجح أولا جي واحد، سوف نأتي أولا إظهار المعاملات، تصبح لنا هنا قلت نعوض بواحد واحد واحد، فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا أ مع الاثنان، والبي مع ماذا؟ مع واحد، والسي يصبح مع ناقص واحد، هكذا. هذا لجي واحد يعني مرجح الجملة، الجملة هذه يا أبنائي. القانون العام ماذا يقول؟ يقول لاحظوا ماذا يقول، يقول إكس جي يعني الإكس والإيكغريك، إكس جي يساوي لنا ألفا في جي في إكس أ زائد بيتا في إكس بي زائد جاما في إكس سي على مجموع المعاملات، والترتيب كذلك ها هي أمامكم كما أشير. فتصبح لنا إكس جي واحد تساوي، قلنا ماذا تساوي لنا؟ تساوي لنا كل إذن الفاصلة في المعامل، يعني هذا مع هذا، تصبح لنا هذا في هذا كم؟ وها عفوا ليس هذا، نعتذر، ها هو ها هي الاثنان، إذن هذه في هذه كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص اثنان، ثم عندنا المعامل الآخر معامله واحد، والآخر معامله ناقص واحد، فيصبح هذا في هذا كم؟ يصبح لنا يا أبنائي ثلاثة، ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص واحد، على ماذا؟ على مجموع المعاملات، مجموع المعاملات لما عندنا هذا مع هذا صفر، مع هذا يصبح لنا اثنان على اثنان، فتصبح لنا هذا مع هذا مع هذا ذهب فأصبحت صفر على اثنان هو صفر، لاحظوا جيدا. نأتي الآن إلى إيكغريك جي واحد يساوي بنفس الخطة المعامل في هذا في هذا، إذا المعامل هو اثنان، هذا في هذا أربعة، وهذا في هذا صفر، وهذا في هذا ناقص أربعة على مجموع المعاملات وتساوي لنا صفر. إذا ماذا نتج؟ نتج أن جي واحد هي نفسها أو، يعني أصبحت أو ما هي إحداثيها؟ هي صفر صفر. هل ظهرت يعني مع الحساب مع الهندسة؟ نعم لاحظتم. نأتي الآن إلى الآن يا أبنائي إلى من؟ إلى إحداثيات الجي ناقص واحد. جي ناقص واحد كذلك، إذا نقول حساب إحداثيات جي ناقص واحد، جي ناقص واحد هنا كذلك قلت نعوض بناقص واحد وهنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد، فماذا تنتج؟ تنتج الجملة تصبح لنا أ مع اثنان لأن ناقص واحد مربع زائد واحد يعطينا اثنان، والبي يصبح كم؟ يصبح ناقص واحد، والسي يصبح لنا كم؟ يصبح لنا واحد، لأن الناقص في الناقص يصبح لنا زائد واحد. إذا هذا الجي وناقص واحد هو مرجح هذه الجملة. تصبح لنا إكس جي ناقص واحد يساوي كذلك المعامل، المعامل إذا المعامل الأول اثنان، إذا هنا الاثنان، وهنا الناقص واحد، وهنا الواحد. إذا تقول القاعدة المعامل في الفاصلة يصبح لنا اثنان في ناقص، اثنان في ناقص واحد ناقص اثنان، ثم هذا في هذا ناقص ثلاثة، ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد واحد على مجموع المعاملات يا أبنائي اللي هو اثنان، فماذا نتج؟ ينتج لنا أن تصبح لنا هذا مع هذا كم؟ تصبح لنا ناقص خمسة زائد واحد تصبح ناقص أربعة على اثنان اللي هي ناقص اثنان. إيكغريك جي ناقص واحد تساوي بنفس الخطة
إذن يصبح لنا هذا في هذا اللي هو كم؟ اللي هو يا أبنائي أربعة، أربعة. ثم هذا لاحظوا في هذا كم؟ صفر. ثم هذا في هذا اللي هو كم يا أبنائي؟ اللي هو أربعة على مجموع المعاملات اللي هي اثنان، يصبح لنا هنا الزائد، يصبح لنا ثمانية على اثنان اللي هي تساوي لنا أربعة. إذا ما هي إحداثيات جي ناقص واحد؟ جي ناقص واحد كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص اثنان مع الأربعة. والجي ما هو؟ الجي واحد قلنا هي صفر صفر اللي هي النقطة أو، بهذه البساطة فقط يا أبنائي. إذن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي سوف نأتي إلى السؤال الذي بعده. لاحظوا قال قارن، ثم قارن النتائج مع الرسم السابق. ما معناه؟ معنى هذه الإحداثيات. لاحظوا نقارن ولاحظوا بأم أعينكم هل الشيء الموجود صحيح أم لا. إذا عندنا النقطة الأولى ها هي جي واحد، ما كم؟ إنها جي واحد من الشكل تظهر إنها صفر صفر بالحساب، ها هي صفر صفر. نأتي الآن إلى جي ناقص واحد. الجي ناقص واحد يا أبنائي لو نلاحظ جيدا انظروا الإكس كم؟ عفوا الإكس هنا بالتقريب كم؟ ناقص اثنان. والإيكراغ كم يا أبنائي؟ اللي هو الأربعة. إذا كذلك ظهرت النتائج أنها تعطينا ناقص اثنان ماذا؟ وأربعة. فماذا يمكن أن نقول؟ نقول النتائج، النتائج أو نعم النتائج موافقة مع ماذا؟ موافقة مع الرسم السابق. يعني ما وجدناه بالهندسة، يعني لما قمنا إنشائيا وحسابيا ظهرت النتائج أنها متسابقة يعني متساوية. بهذه البساطة المطلقة يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما لا تنسوا لنا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.